بالذوق بالعافية بالحب بالغصب. مصر هتلعب في المونديال وده وعد مني ليك، انقله على لساني كلمة الآن لصاحب الفرح الحقيقي وصاحب الإنجاز المهندس هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة. مدرسة عريقة، النادي الأهلي هو العمود الفقري للمنتخبات الوطنية ده منذ الأزل. نبص حتى على الجهاز الفني، ناس كتير جدا منهم لعبوا منتخب مصر وأسروا منتخب مصر ولهم ثورات ودولات وأدوا المنتخب، كلهم قيمة كبيرة جدا. أولادنا الحقيقة اللي قاعدين قدامي كلهم أنا سعيد بيهم جدا، لأنه كلهم أعتقد إن هم كانوا معايا وهم لسه ناشئين وفي المنتخبات الوطنيه فتره طويله، وسعيد بيهم جدا جدا. الروح القتاليه اللي هم ادوا بيها خلال المشوار خلال سنه ده بيبين لمدرسه الاهلي مدرسه ليها نظامها ليها تقاليدها، وده بينغرس في لعبتها من البدايه. حتى اللعيب اللي بيجي على النادي الاهلي بيتاقلم على اسلوب واداره النادي الاهلي. الحقيقه انا ابني بناء مصر، فابني برضه وعضو في النادي الاهلي والجهاز الفني منتخب مصر هي اللي انا بشيد فيه وبشيد في قدراتي. خلال الفتره اللي فاتت انتقادات كثيره، لكن الحقيقه انا ما تهزتش وكنت مؤمن من اول يوم ان احنا باذن الله هنكون مكاننا في روسيا باذن الله، لان قدرات اللعيبه وتصميمهم هو ده اللي كان عقيد الدافع ان يكون متمسك المسألة دي. ودايما كنت بناقش مع أبنائي وأبناء المنتخب إن احنا بإذن الله لنا نصيب إن احنا نكون في روسيا، وده ما بيجيش إلا بالذهب وبالعرق وبالنظام وباليقين جواك إن أنت تقدر توصل. والنهاية هم ادوني كل ده خلال السنة ونص اللي فاتت، رغم من كل اللي سمعناه من وسائل الميديا إنه يعني المنتخب ما بيأديش بالشكل الجيد، انما الحقيقه كانت النتائج كلها اكثر من ممتازه، نتائج ما نحلمش بيها في بدايه المشوار، ودي ما تعودناش عليها في بدايه مشوار كاس العالم. الفوز بره ادى دفعه كبيره للمنتخب، والولاد تمسكوا بحقهم من كل موجودين، وربنا ما بيديش الا كل مجتهد. لما تكون النوايا طيبه الناس عندها ايمان شديد ان هم هيكونوا موجودين، الحقيقه هو ده اللي يمكن ادانا حتى لما فقد الامل قبلها بعد ثلاث دقائق. الناس نسيت ان احنا عندنا مباراه اخرى، ممكن نفوز في غانا، هم جايين يحتفلوا وتفرحوا وان المباراه سهله، انما في الظروف دي كلها مع الخبرات الكبيره الواحد بيحس بيبقى فيها صعوبه. واحمد فتحي بيبص لي ان احنا اتكلمنا فيها قبل الماتش بيوم، انا بيبقى عندي الاحساس ده ان المباراه صعبه، لان كل فرقه كانت مجبوره انها تفرح ملايين الناس عبر الشاشات على مستوى العالم كله. الحقيقه انا بعد المباراه كميه الهنائه اللي جت من افريقيا، حتى من الدول اللي كانت منافسه معانا في المجموعه، من اتحاد غانا واتحاد اوغندا او كل الدول الافريقيه ودول الدول العربيه بشكل كبير جدا، انهم انتوا اسعدتوا كل الجماهير على مستوى الوطن العربي والمغتربين المصريين اللي هم عايشين في الخارج. الحقيقه انا بشكركم جدا على الاداء المتميز واللي اسعدتوا به شعب مصر، وبشكر مره ثانيه مجلس اداره الاهلي وعلى راسه الاخ الصديق محمود طاهر على هذه الدعوه الكريمه، ودايما الاهلي هيفضل طول عمره هو العمود الفقري.